السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة الثانوية العامة، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في المراجعة النهائية للغة الفرنسية. النهاردة إن شاء الله حلقتنا عن سؤال الإيميل اللي بيكون عليه 4 درجات آخر السنة، وهنتكلم على أهم الأسئلة اللي ممكن تشوفها في السؤال ده في امتحان ثانوية عامة إن شاء الله. نبدأ بسم الله. ده شكل السؤال اللي هيجي لك آخر السنة إن شاء الله في الامتحان. هيجي يقول لك ريبوندي، أجب أو ميل على الإيميل suivant، التالي en trois phrases complètes، في 3 جمل كاملة. complète يعني جملة تامة أو جملة كاملة، يعني يكون فيها فاعل وفعل ومفعول. طيب إيه أهم الأسئلة اللي ممكن أشوفها في يونيتي اللي بيتكلم عن الرياضة؟ هيجي يقول لي quel sport tu préfères، أي رياضة أنت تفضل؟ et pourquoi، ولماذا؟ avec qui، مع من؟ tu pratiques ce sport، أنت تمارس هذه الرياضة؟ et où، وأين؟ وآخر سؤال comment est ton entraîneur، كيف يكون مدربك؟ طيب نلاحظ أن عندنا كلمتين، واحدة اسمها salut يعني تحياتي، وفي الآخر أهلي تشاو يعني باي باي أو سلام، أو ممكن بدلها مثلا au revoir، à plus، أيا كان. الكلمتين دول بس يا شباب عليهم درجة من ال4 درجات بتوع سؤالين. هو بيجيب لك 3 أسئلة عليهم 3 درجات لما ترد عليهم. طب والدرجة الرابعة في الكلمتين دول، يعني بيديك درجة هدية، مجرد هتنقل الكلمتين وانت بتجاوب على السؤال يبقى كده خدت درجة من ال4. طيب يلا بينا نجاوب على الإيميل. الأول ردت التحية، كلمة سالو تحياتي. جو بريفير، أنا أفضل لو فوتبول، كرة القدم. كان بيقول لي كال سبور تو بريفير، أي رياضة أنت تفضل. أخد بالي وأنا بجاوب من تصريف الفعل، هنا فيرب بريفيري كان آخره أو أس عشان متصرف قدام تو بمعنى أنت، لكن دلوقتي أنا برد بقول جو أنا، يبقى بريفير آخرها أو بس مش أو أس. جو بريفير لو فوتبول، أنا بمارس كرة القدم. طيب السؤال التاني كان بيقول لي إيه بوركوا، ولماذا؟ قلت له كار، لأن، أو ممكن بدلها كلمة بارسك اللي برضو معناها لأن. كار جم، لأن أنا أحب لسبور كولكتيف، الرياضات الجماعية، لأن الفوتبول هي رياضة كولكتيف. طب بعد كده قال لي افيك كي، مع من، تو براتيك، أنت تمارس سو سبور، هذه الرياضة. قلت له جو براتيك، أنا أمارس لو فوتبول، كرة القدم، افيك، مع ميزامي، أصدقائي. طيب قال لي إيه أو، وأين؟ في ناس لما بتشوف سؤال زي ده يقوم كاتب له أستاد على طول، كده أنت كتبت المفعول بس، وهو كان طالب منك إيه؟ تروا فراز كومبلت، عشان تاخد الدرجة كاملة على الفراز اللي بتكتبها لازم تكتب فاعل وفعل ومفعول، يبقى لازم أقول له جو براتيك، أنا أمارس، أدي الفاعل وأدي الفعل وأدي المفعول لو فوتبول، وادي المفعول الثاني اللي هو المكان اللي بيسألني عليه أستاد في الاستاد. آخر سؤال comment est ton entraîneur، كيف يكون مدربك؟ قلت له mon entraîneur، مدربي، et يكون sympa. وطبعا ما ننساش نرد التحية في الآخر زي ما هو حياني بتشاو، أقول له تشاو عشان ما نقص نص درجة. طيب نشوف إيميل تاني. سالو تحياتي. pourquoi، لماذا، tu pratiques، أنت تمارس l'escalade، تسلق الجبال. et où، وأين، quel équipement، وأي أدوات أو معدات، إيه هي المعدات اللي بتستخدمها في الإسكالاد. طيب ردت التحية الأول سالو، وهجاوب على أول سؤال pourquoi tu pratiques l'escalade، لماذا أنت تمارس تسلق الجبال. قلت له جو براتيك، أنا أمارس الإسكالاد، تسلق الجبال، بارسك، لأن، أو كار، لأن، جام لسبور إكستريم، بحب الرياضات الخطرة. إكستريم دي كلمة مهمة جدا بمعنى خطرة. طيب كان قال لي إيه أو، وفين؟ قلت له جو براتيك الإسكالاد، بمارس تسلق الجبال، على مونتاني، في الجبل. كال إيكيبمون، أي معدات، المعدات اللي بستخدمها؟ قلت له جوتيليز، أنا بستخدم
انقاص كارد حبل تخين. كارد معناها حبل، والحبل مؤنث، عشان كده وصفته كلمة جراس تخينة. يبقى أنا بستخدم حبل تخين. ومنساش نرد التحية، أروفوار، إلى اللقاء. طيب تعالى بقى نشوف الأسئلة اللي ممكن تجيلك في نيتي دو اللي بيتكلم عن الأغذية والمشروبات. أول إيميل: تحياتي، سالو، أو فاتو، أين أنت تذهب؟ بور، لكي، فاغ، لكورس، تعمل تسوق أكل وشرب. كنا قلنا قبل كده إن فار لي كورس حاطط أداة تعريف مش أداة تجزئة، يبقى كورس هنا بمعنى تسوق أكل وشرب، لكن لو كان حاطط أداة تجزئة كلمة دي كان ساعتها كورس هيبقى معناها تسوق عام. طيب أين أنت تذهب لكي تعمل تسوق أكل وشرب؟ افيك كي، مع من، كاسكو تو أشات، ماذا أنت تشتري؟ السؤال اللي بعده: كاسكو تو أشات، ماذا أنت تشتري؟ أوريون، في قسم فوي إليجوم، فواكه وخضروات. أو تو مي، أين أنت تضع ليزاشا، المشتريات. طبعا هو في امتحان ثانوية عامة مش هيجيب لك كل الأسئلة دي، بس أنا مجمع كل الأسئلة اللي ليها نفس الفكرة تقريبا في إيميل واحد عشان ما نطولش. طيب تعالى بقى نجاوب على السؤال الأولاني: أو فاتو بور فير لي كورس، أين أنت تذهب عشان تعمل تسوق أكل وشرب؟ قلت له بور فير لي كورس، عشان أعمل تسوق أكل وشرب، جو في، أنا أذهب، أو سوبر مارشي، إلى السوبر ماركت. كلنا عارفين السوبر مارشي مذكر، عشان كده حطيت قبله حرف جر أو بتاع المكان المذكر، يبقى جو في أو سوبر مارشي، أنا أذهب إلى السوبر ماركت. افيك كي، أحب سؤال لقلب الراجل اللي بيحط امتحان ثانوي عام، مع مين؟ يبقى هقول له جو في، أنا أذهب، افيك ما مير، مع أمي. وزي ما اتفقنا اوعى تقول له افيك ما مير بس، لازم تحط فاعل جو وبعديها فعل أذهب فيرب علي افيك ما مير، مع أمي. طيب بعد كده قال لي كاسكو تو أشات، ماذا أنت تشتري؟ هتشتري ايه من السوبر ماركت؟ هقول له ايه بقى؟ جاشات، انا بشتري دو لا فيوند، لحمه. طبعا اهم حاجه في الحياه اللحمه. المهم بعد فيرب اشيتي اللي هو مش من السبع الاخوات اللي هنشرحهم ان شاء الله لما راجع جرامير، فيرب اشيتي لما اتكلم على اكل وشرب لازم بعد فيرب اشيتي احط اداه التجزئه. الفيوند اللحمه مؤنثه، حطيت اداه التجزئه اللي اسمها دو لا. جاشات دو لا فيوند، أنا بشتري لحمة. وإيه كمان؟ دو بولي، لحم الدجاج، اللي هو مذكر، عشان كده حطيت التجزئة دو بتاعة المذكر. اشتريت إيه كمان؟ دو لي ولبن، مذكر، حطيت دو. إيه دو با، وعيش، مذكر، برضو حطيت التجزئة كلمة دو. طيب هو ممكن يحدد لي اسم قسم معين ويقول لي اشتريت منه إيه، زي ما كده قال لي هنا كاسكو تو أشات أوريون فروي إي ليجوم، ماذا أنت تشتري في قسم الفواكه والخضروات. قلت له إيه بقى؟ أوريون فروي إي ليجوم، في قسم الفواكه والخضروات، فصل. جاشات، أنا بشتري دي تومات، طماطم، دي زاريكو فير، فاصوليا خضراء، إي دي فغاز، وفراولة. آخر سؤال: أو تو مي لي زاشا، أين أنت تضع المشتريات؟ قلت له جو مي، أنا أضع ليزاشا، المشتريات، دون لو شاريوت، في عربة المشتريات. وما ننساش أرد التحية اللي في الآخر كلمة تشام. الإيميل التاني: كالي تون بلا بريفيري، ما هو طبقك المفضل؟ كاسكيل فو، ماذا يجب أو يلزم؟ acheter، نشتري، pour le préparer، لكي نحضره. dans quel repas، في أي وجبة، tu prends، أنت تأخذ، de la viande، اللحمة. ou أين، on peut، إحنا نستطيع، acheter، نشتري، de la viande، اللحمة. طيب يلا نجاوب على السؤال الأولاني. mon plat، طبقي، préféré، المفضل، إيه؟ يكون لسلاد، السلطة. طيب كاسكيل فو اشوتي بور لو بريباري،
ماذا يجب أن نشتري لكي نحضره؟ هنشتري إيه عشان نحضر طبق سلطة؟ قلت له pour le préparer، لكي أحضره. Il faut acheter، يجب أن نشتري de la tomate، زي ما اتفقنا verb acheter أحط وراء أداة التجزئة. الطماطم مؤنثة، حطيت أداة التجزئة de la. يبقى يجب أن نشتري de la tomate، وإيه كمان؟ du concombre، الخيار اللي هو مذكر فحطيت du. de la carotte، الجزر مؤنث، حطيت de la. et de l'oignon، وبصل بيبدأ بحرف متحرك، حطيت de الابوستروف. طيب قال لي بعد كده dans quel repas، في أي وجبة، tu prends، أنت تأخذ de la viande، اللحمة، هتاخد اللحمة في أي وجبة. طبعا في أوروبا والدول المتقدمة بياكلوا اللحمة في الغدا بس مش زينا، فهقول له je prends، أنا باخد de la viande، اللحمة، au déjeuner، في الغدا. طيب آخر سؤال où on peut، أين إحنا نستطيع acheter، نشتري de la viande، اللحمة. قلت له on peut acheter، نستطيع أن نشتري de la viande، اللحمة، على بوشري، في الجزارة. بوشري هو محل الجزارة، مؤنث فحطيت قبله على. طيب تعالى بقى نشوف أهم الأسئلة اللي ممكن تجيلي في النتيترو اللي بيتكلم عن الريف والطبيعة والحيوانات. أول إيميل، كال إليمون، أي عناصر، دو لا ناتور، من الطبيعة، تو أم، أنت تحب. قلت له جم، أنا بحب la montagne، الجبل، et la mer، والبحر، هي دي عناصر الطبيعة. طيب السؤال الثاني، quelle saison، أي فصل من فصول السنة، tu aimes، أنت تحب. قلت له j'aime l'hiver، أنا بحب الشتاء. et pourquoi، ولماذا، ليه بتحب الشتاء. قلت له parce que، لأن، j'aime faire du ski، بحب أمارس التزحلق على الجليد. السكي بيمارس على مونتاني، في الجبل اللي انت بتحبه، وأونيفير، في الشتاء. طيب tu préfères، انت تفضل la ville، المدينة، ou la campagne، ولا الريف. ده من أهم الأسئلة برضو. ممكن انت ترد وتقول له je préfère la campagne، انا بفضل الريف. هيقول لك pourquoi، ولماذا. قلت له علشان او لأن، بارسك جم، أنا بحب لو كالم، الهدوء، إلى بال ناتور، والطبيعة الجميلة. طيب ده لو أنت بتحب أو بتفضل الريف. طب افرض أنت بتفضل المدينة، لافيل، فهرد أقول له جو بريفير لافيل، بفضل المدينة. أدي الإجابة على السؤال الأولاني. طيب بوركوا، لماذا؟ بارسك، لأنه إليا بوكو دو شوز أفير، يوجد، يعني يوجد، بكو يعني كثير، دو شوز، من الأشياء، أفير، للعمل. إيه إليا، ويوجد، دي سينما، سينمات، السينما موجودة في الفيل، مش موجودة في الكومباني. الإيميل الثاني، كال أنيمال، أي حيوان، تي أم، أنت تحب، على فارم، في المزرعة. بوركوا، ولماذا، إي أو، وأين، الفي، هو يعيش، انا بيختبرك في اسماء الحيوانات واماكن المعيشه بتاعتها. طيب قلت له جام لو شوفال، انا بحب الحصان. ده الاجابه على السؤال الاولاني. طب بوركوا، ولماذا، ليه بتحب الحصان. كار، لان، جام، انا بحب، فير، امارس، دو ليكيتاسيون، الفروسيه. طيب اي او ال في، واين هو يعيش، الحصان بيعيش فين. قلت له il vit، هو يعيش، dans l'écurie، في الاسطبل. طب افرض انت ما بتحبش الحصان، بتحب البقرة مثلا، فهقول له j'aime la vache، انا احب البقرة. ليه يا عم؟ car، لان، elle nous donne، هي تعطينا، le lait، اللبن، et la viande، واللحمة. طيب اين بقى هي تعيش البقرة؟ هقول له elle، هي، في، تعيش، دون لتابل، في حظيرة المواشي. آخر إيميل، معتقد إن ده اللي جاي إن شاء الله. أو إي تو ألي إيير، أين أنت
ذهبت بالأمس. هنا سألك سؤال في زمن الباسي كومبوزي، أين أنت ذهبت؟ hier يعني امبارح. comment وكيف، رحت ازاي؟ et avec qui ومع من. طيب قلت له hier امبارح، je suis allé أنا ذهبت. هنا بصرف فيرب allé قدام أنا، فيرب allé من ال17 فعل اللي بياخده مساعد أتر، وallé شلت ار حطيته اكسون ايجو كده جبت اسم المفعول بتاعها، يبقى je suis allé أنا ذهبت à la campagne إلى الريف. دي الإجابة على السؤال الأولاني. طيب رحت إزاي؟ comment؟ هقول له je suis allé أنا ذهبت en train في قطر. train معناه القطار، يا إما أقول له en train أو par le train. بس لو حطيت par بدل en تحط أداة تعريف قبل كلمة train. je suis allé en train أنا ذهبت في القطر. طيب ورحت مع مين؟ et avec qui؟ ما تقولش بقى avec ma famille على طول زي ما اتفقنا، لازم احط جملة كاملة، فراس كومبليت. je suis allé انا ذهبت avec ma famille مع عائلتي. طيب كده خلصنا يا شباب. عايز بس اقول نصيحة مهمة في سؤال الايميل، لما تيجي ترد على الاسئلة لازم كل جملة او كل فراس كومبليت من الثلاثة اللي هو طالبهم منك تبدأ الجملة كابيتال وتنهيها بنقطة، يبقى انت كده بتعرف الراجل اللي بيصحح انك بتعرف تكتب جملة كاملة. hier je suis allé à la campagne بدأتها كابيتال ونهيت بنقطة. كده عرفته ان انا جاوبت خلاص على السؤال الاولاني، وبعد كده اجاوب على السؤال التاني ابدأ كابيتال تاني وانهي جملتي بنقطة عشان يعرف ان دي جملة كاملة هيديني عليها درجة كاملة. وان شاء الله اشوفكم الحلقة الجاية في سؤال الجرامر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.